خلينا كمان نحتفي برموز الفن المصريين. لازم دايما نتكلم ونذكر على طول الوقت قوة مصر الناعمة. النهاردة احنا بنتكلم عن فنان عنده موهبة متميزة جدا، قدر انه يسيب أثر كبير في نفوس المشاهدين في كل الأدوار اللي قدمها. محدش أبدا يقدر ينسى دوره في الشهد والدموع، ولا دوره في مسلسل المال والبنون، كمان دوره في ليالي الحلمية. الفنان إبراهيم يسري اللي النهاردة تحل ذكرى ميلاده ووفاته. هو واحد من الموهوبين الذين تركوا بصمة في كل الأدوار التي قدموها، سواء في السينما أو التلفزيون، وبقيت أعماله محفورة في قلوب وعقول ووجدان عشاقه. هو الفنان إبراهيم يسري. انطلقت موهبة إبراهيم يسري في الدراما التلفزيونية خاصة خلال فترة الثمانينيات، وشارك في العديد من الأعمال المميزة في تاريخ الدراما مثل رحلة السيد أبو العلا البشري، الشهد والدموع، عصفور النار، المال والبنون، وليالي الحلمية. وفي السينما شارك في أفلام البريء، عودة مواطن، السادة الرجال، الإرهابي، فيلم ثقافي، ومرجان أحمد مرجان. ولد إبراهيم يسري في 20 من إبريل عام 1950، والتحق بكلية التجارة جامعة القاهرة، وبعد عامين من الدراسة ترك كلية التجارة ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. تخرج منه عام 1975، وبعده انضم إلى مسرح الطلائع وعمل به لمدة عامين، ومنه انطلق للعمل بالتلفزيون. في نفس يوم مولده عام 2015، رحل إبراهيم يسري عن عمر ناهز 65 عاماً بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وترك رصيداً فنياً خلد اسمه كواحد من أكثر أبناء جيله موهبةً.